جينا نأديو الواجب تاعنا واجب الانتخاب، وذلك من أجل الجزائر الحبيبة. وإن شاء الله يكون إقبال على جوجلة كامل يفوتيو اليوم باش نأدي واجبي الوطني. انتخب الرئيس جمهورية وأنا فرحانة. جيت كأي امرأة جزائرية تقدم الواجب الوطني من أجل خدمة هذا الوطن، ولهذا السبب علينا أن نشارك جميعا نساء ورجال من أجل إعطاء الصوت للشخص المناسب لخدمة هذا الوطن.